قبل ما أبدأ بالفيديو عندي طلب صغير لكل واحد بيحب قناة كليكت ميديا أو بيحب المحتوى اللي أنا بقدمه، بتمنى منه يعلق 10 تعليقات أو 5 تعليقات على الفيديو هذا وعلى الفيديوهات اللي حنزلها في وقت تالي، يعني كل الفيديوهات اللي راح أنزلها بتمنى من كل واحد بيحب القناة أنه يعلق 5 تعليقات أو 10 تعليقات، لأنه هذا الإشي بيساعد الفيديوهات على الانتشار. فلو حابب تدعمني وتخلي المحتوى يعني يكبر بتمنى منك تعلق تعليقات قد ما بتقدر، يعني انت كريم واحنا بنستاهل. السلام عليكم متابعي قناة كليكت ميديا، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عن سوق الحرير الجزء الثاني، خلونا نبلش. قبل ما تكمل الفيديو بتمنى منك تشترك في القناة لأنه احنا هنا بننزل جميع أخبار الدراما السورية والعربية، فاشترك بالقناة حتى تتوصل بكل جديد. المسلسل راح يكون من إنتاج MBC بالتعاون مع شركة ميسلون التابعة لبسام الملا. بالنسبة للجزء الأول من المسلسل فكان مخيب جدا للآمال بالنسبة لمنتج المسلسل اللي هو MBC بالتعاون مع شركة ميسلون، لأن المسلسل كان مكلف جدا، يعني صارفين كويس ودافعين كتير على المسلسل والنجاح اللي نجحه مش هو اللي كانوا منتظرينه. وعشان هيك قررت الشركة المنتجة اللي هي مجموعة قنوات MBC انهم يغيروا كاتب المسلسل، والجزء الثاني من المسلسل راح يكون فيه احداث وقصص مختلفة ما إلها علاقة بالجزء الاول. والكاتب الجديد للمسلسل راح يكون سيف رضا حامد بالشراكة مع حنان حسين المهرجي. أما عن مخرج العمل فتم الاستغناء عن الأخوين مؤمن الملا وبسام الملا، ولحتى الآن المخرج الجديد لم يتم تحديده أو هو لحتى الآن مجهول الهوية. أما عن أبطال العمل وشخصيات المسلسل فلحتى الآن ما في أي تغيرات كبيرة على المسلسل، الشخصيات زي ما هي، ولكن في أحداث جديدة ما إلها علاقة في الجزء الأول. طبعا أنا بحكي في الجزء الثاني من سوق الحرير، ما أحداثه وقصصه ما إلها علاقة في الجزء الأول زي ما قلت بسبب تغيير الكاتب للمسلسل، وبسبب أيضا تغيير أو الاستغناء عن الأخوين مؤمن الملا وبسام الملا. هذا كله ليش؟ زي ما قلت لأنه المسلسل ما نجح النجاح اللي الشركة المنتجة كانت منتظراه. احنا شفنا بالفيديوهات اللي جابوها كيف انه تم انتاج المسلسل، كان في كمية جرافيكس كبيرة يعني بالمسلسل عشان يجيبوه بالحقبة الزمنية اللي كانوا بدهم اياه. فبعد الصرف هذا كله والتكاليف اللي كلفوها بالمسلسل ما نجح النجاح او ما جاب لهم ايضا المردود المادي اللي كانوا مستنيينه. فالان تم الاستغناء عن بسام الملا ومؤمن الملا، وايضا تم الاستغناء عن الكاتب القديم للمسلسل واستبداله في سيف رضا حامد بالشراكة مع حنان حسين المهرجي. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكو. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وادعمنا باشتراك في القناة. اشوفك بالفيديو الجاي، سلام عليكم. Mix a little tangerine with your love, got me feeling all warm.